السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو واصف الزعابي من سلطنة عمان. عندي ماذر بورد بلاي ستيشن 4، حصلت درايف مش شغال. طيب، فحصل ماذر بورد، حصلت سائل مسكوب في هذه المنطقة، وإن شاء الله أحاول إني أشتغل على هذه المنطقة وأعمل اللازم. الحين راح اجرب الدرايف، جهاز البلاي ستيشن 4 شغال، وراح اجرب القرص. اسمع صوت العدسة. فكذا الجهاز شغال، الشريط يدخل ويطلع طبيعي. على العموم، اللي حاب يصلح يتواصل معي، أخوكم أبو واصف الزعابي من سلطنة عمان. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.